هو أحد أكبر القطاعات تضرراً من انتشار وباء كورونا في المغرب، إذ كشفت الأرقام الرسمية تأثر قطاع السياحة بتقلص عدد السياح الوافدين على المغرب خلال شهرين بنسبة 45%، فيما تراجع عمل استئجار غرف الفنادق بنسبة 43%. للأسف أن النشاط السياحي عرف شبه توقف خلال شهر ماي وبداية شهر يونيو، حيث أن 95% من الفنادق ووحدات الإيواء السياحي مغلقة بسبب هذا الوباء، حيث انخفضت العائدات السياحية بنسبة 15%. ولأن السياحة برأي المقاولين تساهم بأحد 10% من الناتج الإجمالي الخام في المغرب وتوفر ما يقارب 5% من فرص العمل، فإن حل أزمة هذا القطاع يستوجب طرح بدائل لتعويض خسائر السياحة الخارجية فيما بعد كورونا كالاعتماد على السياحة الداخلية. يمكن تعويض السياحة الدولية بالسياحة الداخلية، ولكن في حدود، فالسياحة الداخلية تعاني من مشكل كبير في التسويق والتدبير، وهنا نتكلم أيضا عن كيفية تسويق هذا المنتوج ليتناسب مع القدرة الشرائية، أو بمعنى آخر يكون في متناول أصحاب الدخل المحدود جدا. تنشيط السياحة المحلية خلال المرحلة المقبلة يطرح بدوره تحديات برأي العديد من جمعيات حماية المستهلك التي تنادي بتنويع وجودة العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيع المغاربة على مزيد من الإقبال على الفنادق والمنتجعات السياحية واستعادة ثقتهم لتحفيزهم على السفر الداخلي بمجرد انتهاء أزمة كورونا. ما بعد كورونا يتوقع خبراء اقتصاديون ألا تستعيد السياحة المغربية عافيتها إلا بعد 8 سنوات، خاصة أن المغرب سيواجه منافسة دولية شرسة قد تحرمه من جذب السياح الأوروبيين قريبا. عبد الحليم بقالي، الحرة، الرباط.